السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة أم إخلاص. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. وصفة اليوم هي كيك بلاكريم أو حلوة لاكريم. طريقة سهلة ومبسطة واقتصادية وفي متناول الجميع، اللي غنستعملوا فيها الكيك المعتمد عندنا في البيت، يعني ما غاديش نديرو جينواز. كنتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله وتجربوها. غادي نحتاج لهاد الوصفة هادي. عندي هنايا 6 ديال البيضات، غادي نحتاج كذلك 2 ديال الساشية ديال الفاني، 4 ديال الخمارات على هاد الشكل هذا. غادي نحتاج 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السنين ربع بار ديال كاس ديال العنبة، 2 ديال الدانون بنكهه الموز، واحد القبسه ديال الملحه. غادي نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه. غادي ناخذ هنا الاناء اللي غادي نخلط فيه المكونات. غادي نبدا على بركه الله، ناخذ البيض. هنا عندي 6 ديال البيضات، غادي نضيف عليهم 2 كيسان ديال السنيدة. وغادي نضربوهم مزيان. غادي ندير واحد القبسة ديال الملحة. في هاد الأثناء هادي غادي نزيد الزيت. هنا عندي 2 كيسان، وغادي نضيف كذلك 2 ديال دانون بنكهة الموز. وغادي نضيف عليهم 2 ديال الساشيات ديال الفاني. وغادي نخلط المكونات كامله. في هذه الاثناء هذه غادي نضيف القليل من الدقيق باش نضيف الخميره الكيماويه. عندي هنا 4 ديال الخمارات، نخليهم هما الاخرين. غادي نبقى نضيف الدقيق شيئا فشيئا حتى نجمع الخليط. اذا هنا غناخذ هذا المول هذا الضاير، غادي ندهنوا بقليل من الزيت والدقيق والخليط هو ديالنا. بعد ما طربناه كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نوضعوا في هذا المول هذا. اذا الخليط ديالنا من بعد ما وضعناه في المول غادي ندخلوا في هذا الاثناء الفران، من بعد ما نكون سخنته بطبيعه الحال، ونخليوها طيب ونطلقها ان شاء الله.
في الوقت اللي كطيب فيه الكيك ديالنا غادي ندوز باش نحضر الكريمه. هنا اختاريت هذه الكريمه ديال هلالة. غادي عندي هنا ملون احمر، غادي نحتاج كذلك شوكولاط اسود، وعندي هنا هذه الحلوه هذه باش غادي نزين الحلوه ديالي. اختاريت هنا هذه الصوره ديال كيتي باش غادي نوضعها فوق الحلوه. غنوريكم الطريقه كيفاش غادي تخدموها. اذا انا خديت الصوره وقلبتها وغادي ندهنها بالزيت باش ملي نديرها يعني نزوقها بالشوكولاط ما يلصقش لينا. كنحاول انني ندهنها كامله حتى كتبان لينا الصوره. وغادي نبدا نطراسيها بالشوكولاط من بعد ما ذوبته مع شويه ديال الزيت في حله مريم. وغادي نحاول اني نطراسي هذه الصوره هذه. اذا غادي ندوز في هاد الاثناء هادي باش نحضر الكريمه. غادي نوضع هاد الكريمه ديال هلالة في هاد الاناء وغادي نطربها حتى تطلع مزيان بالباطاغ. اذا الكيك من بعد ما طاب وتحمر كنقسمو على جوج على هذا الشكل هذا. هنايا غادي نستعمل هذا السيرو اللي حضرته من قبل اللي وضعت فيه تقريبا جوج كيسان ديال الماء مع سكر سنيده زائد سكر فاني وغليتهم فوق النار مزيان. ودابا غادي نسقي به الكيك ديالي باش ما يجيناش ناشف. اذا على هذا الشكل هذا غادي نبدا نسقيها. نحاول انني نسقيها مزيان باش ما تجينيش ناشفه. من بعد ما نسقيها غادي ندوز باش نوضع عليها الكريمه ان شاء الله. اذا هنا من بعد ما وضعنا لنا الكريمه غادي ناخذ هذا الكاوكاو ايفيلي اللي حمرته من قبل وغادي نوضعه فوق هذيك الكريمه. على هذا الشكل هذا. وغادي ندوز باش ندير الطبقه الثانيه والاخيره.
إذا في هذه الأثناء هذه من بعد ما ساليت الكريمة غادي نجيب الصورة اللي ديجا درت لها الشوكولاتة، غادي نحاول أنني نوضعها في كل الكريمة مباشرة، غادي نحاول أنني نزولها غير بالمهن باش ما يلصقش لنا الشوكولاتة في الورقة، ما يبقاش لصقنا في الورقة. ديجا دايرين لها الزيت يعني ما غاديش تلقاو مشكل. على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، بالنسبه للانف غادي نديرو باللون اصفر، يعني خديته من هذه الحلوى هذه المتوفره في المحلات. غادي نقطعو على الشكل ديال الانف وغادي نوضعو فوق الكريمه مباشره. اذا بعد ما درنا الكريمه فوق الوجه ديال الكيسي، غادي ندوز باش ندير داك الملون الاحمر، غادي نخلطو مع الكريمه وغادي نزوق به هذيك الوريضه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. اذا الحلوه ديالنا هي بعد ما كتوجد كتجي على هذا الشكل هذا. انا زينتها هنايا بالقليل من الفريز، يعني كتبت السنه الميلاديه 2020 اللي كنتمنى ان تدخل لكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. كنتمنى ان وصلت لكم، كان الاعجاب ديالكم. مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.